السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة التي سوف نخصصها للحديث على موضوع يتعلق بشراء منزل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأريد من الجميع التركيز على هذا الفيديو لأنه فيه أمور ربما تستفيدون منها، ربما يعني تعلمونها فقط من باب المعرفة. فعلى كل حال، كما تعلمون، لشراء منزل في الولايات المتحدة الأمريكية هناك العديد من الشروط التي تشترطها العديد من الجهات المانحة وعلى رأسها الأبناك. فمثلا إذا أردت شراء منزل، تتوجه إلى البنك الذي لديك حساب بنكي فيه وتطلب بالحصول على قرض. البنك سوف يقوم بدراسة ملفك وسوف يركز على مثلا الكريدي هيستوري الخاص بك او الكريدي سكور او ما يطلق عليه يعني السجل التأميني في الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى هل عندك مثلا 800 نقطة، هل عندك 700 نقطة، هل عندك 400 نقطة وهكذا، لأنه هناك نقاط تعتبر لو، هناك نقاط تعتبر جود، وهناك نقاط تعتبر اكسلنت، يعني اعتقد فوق 700 نقطة فأنت يعني الكريدي سكور الخاص بك هو يعني اكسلنت. من بين الأمور الأخرى التي تطالب بها العديد من الأبناك هو الداون بيمنت أو التسبيق، تقريبا 20% من قيمة المنزل. هناك من يلجأ لبعض الجهات التي تساعده في يعني الحصول على داون بيمنت، وهناك يعني ما يطلق عليه بالكلوزنج كوست. الكلوزنج كوست هو حينما تشتري منزل تدفع مصاريف التسجيل حتى يتم تسجيل ذلك المنزل في يعني اسمك في المحكمة، فهذه الأمور تسمى بالكلوزنج كوست. الآن هناك جهة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو بنك الآن لا يطالبك بالكريدت سكور، لا يطالبك بالداون بيمنت، ولست مطالبا بالكلوزنج كوست. بالطبع حينما تسمع هذا الكلام تعتقد أن هذا الكلام يعني مجرد يعني خزعبلات، لكن هذه حقيقة يمكنكم التأكد بأنفسكم. سوف أضع لكم الرابط، سوف أضع لكم هاتف البنك ليمكنكم التواصل معه، لكن ابقوا معنا إلى نهاية هذا الفيديو حتى تفهموا ما هو هذا البرنامج. فعلى كل حال، هذا البرنامج هو برنامج تم الإعلان عليه من طرف بنك أوف أمريكا. أعلنت على برنامج، الهدف من هذا البرنامج هو مساعدة الناس الذين يريدون شراء منزل لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا فئة البلاك أو الهسبانيك، يعني فئة الأمريكيين السود أو الإسبانيين. بالطبع البعض منكم سوف يسأل هذا السؤال، أنا كمشاهد لست من فئة البلاك أو السود الأمريكيين أو الهسبانيك. لا يهم، الأمر مفتوح لجميع الأقليات، لكن كما قلت التركيز بالضبط على هذه الفئة، لأن هذه الفئة على الصعيد الوطني هم فئة مهمشة، يعني فئة مثلا السود الأمريكان أو اللاتينو أو الأسيويين أو يعني من الفئات المهمشة. فالبنك يريد يعني تضييق الفجوة التي يعرفها المجتمع الأمريكي بين يعني طبقة الأمريكان البيض والطبقات الأخرى أو الأقليات الأخرى. لماذا؟ سوف أوضح لكم. لأنه هناك بيانات في سنة 2018 أثبتت وبينت أنه 72% من العائلات الأمريكيين البيض يعني يملكون منازل، يعني تقريبا 72% كأمريكي بيض عندهم المنازل. أوكي. بالنسبة للسود الأمريكان والبلاك، هناك 42% من السود الأمريكان هم من يملكون المنازل، بمعنى أنه تقريبا 58% من الأمريكان السود لا يملك يعني يستأجرون. أوكي. بالنسبة للأسيويين، 57% من الأسيويين يملكون منازل، وبالنسبة للهسبانيك أو فئة اللاتينيين 47% لا يملكون يعني يملكون منازل، 47% يملكون منازل. بالطبع السؤال، ما هي الأرقام الخاصة بالعرب أو هذه الأرقام؟ يعني شخصيا لا أعلم، ربما هي الفئات التي تعتبر بأدرز، يعني الآخرون. أوكي. لكن شخصيا ركزت على هذه الفئات. فكما قلت بالنسبة لهذا البرنامج،
لا يهتمون بالكريدت سكور الخاص بك، 300 نقطة، 400 نقطة، 700 نقطة، 800 نقطة، لكن سوف يقومون بدراسة طلبك، وسوف يقومون بدراسة ما يسمى بالرينتل هيستوري، أو يعني التاريخ الاستئجار، تاريخ الاستئجار، يعني مثلا أنت كمستأجر هذه السنوات والآن قررت شراء منزل عن طريق هذا البرنامج، سوف يذهبون إلى ذلك التاريخ وسوف يلاحظون هل تدفع الإيجار، هل عندك إيفيكشن أو طرد من المنزل، هل هناك تأخر في دفع الإيجار و و و و. فهذا بالنسبة للرينت الإيجار. كذلك سوف يركزون على اليوتيليتيز أو الفواتير الكهرباء، فواتير الماء، فواتير الواد، يعني صرف الصحي، وهكذا. فهذه هي اليوتيليتيز. كذلك سوف يلاحظون هل تدفع هذه الفواتير بانتظام بدون مشاكل، الهاتف كذلك، ويعني هل تدفع هذه الفواتير في وقتها، يعني أي تأخر ربما سوف يؤثر عليك. من بين الأمور التي يشملها هذا البرنامج هي أنك غير مطالب بما يسمى بدفع المورجيج انشورنس. كما تعلمون هناك العديد من الناس الذين يقطنون منازل في الولايات المتحدة الأمريكية وعليهم دفع التأمين على المورجيج، التأمين على المورجيج، وهذه الأمور بالطبع تكون مكلفة زيادة على يعني الدفعات الشهرية. فهذه الشركة لا تطالبك بدفع ما يسمى بالمورجيج انشورنس أو التأمين على الرهن العقاري. كذلك هذه الشركة أو هذا البنك يقول أنهم لديهم تقريبا ميزانية تقدر ب 15 مليار دولار. هذه الميزانية الهدف منها مساعدة الأسر التي ترغب في شراء منزل ولا تتوفر على داون بيمنت، يعني أنا كشخص أريد شراء منزل لكن إمكانية المادية الحالية لا تخول لي يعني دفع التسبيق أو الأدفانس أو داون بيمنت، فيمكنني عن طريق هذا البنك وطريق يعني برنامج الحصول على الداون بيمنت بين 10,000 دولار إلى 15,000 دولار، وهذا أمر يعني بالنسبة للناس جيد. الآن سوف ننتقل إلى الكواليفيكيشن، ما هي الأمور المطلوبة، ما هي الشروط. فأول شيء عليك ملء استمارة أو درس أو سيرتيفيكيت، شهادة تحصل عليها تسمى بالهوم باير كورس، تدخل على الموقع الرسمي الخاص بوزارة يعني السكن الأمريكية أو ما يسمى باليو اس ديبارتمنت اوف هاوسين هنا في أمريكا وتحصل على تلك الشهادة. كذلك سوف يعني يدققون في دخلك، الدخل سوف بالطبع يتأكدون هل لديك دخل. بالطبع لا يمكنهم إعطاؤك قرض إذا كنت يعني تشتغل سنة وتجلس بدون عمل 3 أشهر وتشتغل مرة أخرى، أو أنك تحصل على دخل يعني عن طريق الكاش. هذه الأمور كونوا متأكدين أنها ربما لن يتم دعمها، فسوف يدققون في الدخل. كذلك من الأمور الأخرى التي أريد التركيز عليها أن هذا البرنامج الآن هو نسخة تجريبية. حينما أقول نسخة تجريبية أقول أن البنك سوف يقوم بتجريب هذا البرنامج في العديد من المدن، يقال ربما 21 مدينة. إذا نجح هذا البرنامج سوف يتم يعني تعميمه على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية. حاليا يقال أن هذا البرنامج سوف يبدأ في مدينة شارلوت بنورث كارولينا، دالاس بولاية تكساس، ديترويت بولاية ميشيغان، لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وميامي بولاية فلوريدا. لكن كما قلت أعتقد أنه هناك 21 مدينة سوف يتم تجربة هذا البرنامج. إذا نجح هذا البرنامج فسوف يقوم البنك بتوسعته على الصعيد يعني الوطني. كما قلت سوف أضع لكم رابط هذا البرنامج، سوف أضع لكم رقم الهاتف الذي يمكنكم التواصل مع البنك وليس مع فرع في البنك، يعني مع البنك، بنك أوف أمريكا، وأنا ذاك يمكنكم السؤال على هذا البرنامج. وجميع المعلومات سوف أضع لكم على الشاشة وسوف أضع لكم اسم هذا البرنامج أسفل هذا الفيديو ويمكنكم يعني الاستفادة من هذا الأمر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.